أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوقع سبتهاي مع السنين كسو دواد واركي ودن بيه حوق حساسية حقو بيسان أو حرتي ودو كتالة ديگان كاترسان قلقلود إسلامر كاسيني عيدما آد وفرب بدن أيا هل كاسي وددن حرتي إسلامر كاسيني اسكو ساعد كقاديد كحيري مليشيات هو بيسان أيا بر كنترول ديكتاي دولايد كديگان كمرير قور قبل كقلقلود إياغا او غادي كنو عيدي سكال الدوان ودي دي اني قلان كان صوب بحان ديگان نداسي اسلام مركاسيني مغالو ينكب دو سمره بيا عدادو اي يقبي اها بقواردي اصعدين اي دي دين اني قلان مغال داسي صوبها اي طلابة داسي وقادين ايا ورر ان هلني وحا اي شي غيان اني كعريسان يهين كرسيغا حب قل صدن اي ساقال او هوري او فديي عبد حكيم معلن احمد او وريغي اقل كسره كاس او لشيغي إن لو حيري وزيركي هوري أرمها قدها عبد السمد معلن محمود أو دلي هقاميها أهل السنة والجماعة قاديد فربغان أوكا كاليمد مقالة مقدشو إيو قبلد دلك أي مليشيات كاني هبايسان حنبين وحانا دادك سارن أي كدباتي سيهين دولايتك ديگان كمريرگور كواس أو مليشيات كدل بضي إني فسحان بلسان لغا دقايسان وركودا دور جير هوري ايا عيدما كقدود سن مشار لآن وحا اي حرتين ودوين مهيما هي او كويا لمغالو ينكا قلمودو كاسي يشيغ مركي دنبي عباشدو دا لحليي سيكا سواها اهاتي لبسان او دي كداتي اي وح قبض لآن ايو جوغا دلال كوين اي فرماجو مستر قورقور اسلام مركاسيني شعب كيسي ايا مالين كستيسكو ديلا قبيل قبيل اسلام مركاسيني عيدما دا ايا اسكا سوهر جيستا او اسدقالا دينا عكلا فافاهينا ديرادي ايا وحا لغا هليا ديل قرشيسان او برقاني مدي ماان تدبلي هوبيسان ايكا جيستين قيبا كميد اي مغالة دا مقدشو كاس او لغو بيكسدي اسكري كاترسان عيدما دا دولة دا صوماليا ديل كا ايا وحا او سيگارة او دعا يحافة دا جمهوريا او كاترسان دقم دا كاران اي قبل كا بنادر سيدا اي نو حاكي جيان داد قوب جوغيا لاي اسكري غالة ديلي ايا كاترسان عيدما دا دولة دا كوا قادة عن شورها ايلو يقانو منشي بيو وحانا ويرر قاد ما هاي كود ديلي ركوه بيسن بستولدو ورركا يا ان تاسي كودر يا ان كوحد ديل كفوليسي او بحساتي اي هوري اسي قاتين خويغا اسكريغا او غور دمب ميت كيسا لغا قادي هالكاسي عيدما كاترسن كوا امان كا اياسي دو كالاقدال دب كسو غاري غوبتا او فالكو كدعي كواسي او سمي باريطان ديرا داهي ولو ايسان عيدنا قعان تاكو سو ديجين مالميهي او دمبي يي وحا مغالة المقدشة كدعي يي ويرلو قراحيو اح ايو ديل القرشيسن او اي بدي شكتين كوح دارغا جحساد هالشباب سيكستوى الرمهان او ايدل اياكو سو ايدي يحلي هاتان مغالة المقدشو اي كسو عطا دورشادو كراس كمي حبناها قولها شعب كفدرالك صوماليا دينا عكال رئيس الوزارة روبلي اولا كل مي محمد بن سيد امارات كا او اقبالي دلب كيسا دولة دا امارات كا عرب تا ياسر رسمي ايو سو دوي سر رالي قلن تيو رئيس الوزارة صوماليا محمد حسين روبلي كا بيحي اللعك تي امارات كا عرب تا اللوغن اقبتي قرون كا ديارة دا هادن عاد بشي ابريل لو كل اشدي دي توان كي رالي قلن تا ايا وحا لغو اقبالي بيان كا صوبحي وزارة دارمه ديبدا يسكاشيغ عالميغا امارات كا عربتا كدب دحل سوغها ابو دبي شيخ محمد بن سيد ولكل ماي رئيس الوزارة صوماليا مدن محمد حسين روبلي محمد بن سيد وحال رميسي يهي انو يهي شخصيغا وو ابو دبدا دالك امارات كا عربتا وحانا لشيغا انو يهي هقاميها الددبان اي دالكاسي كلانك رئيس الوزارة روبلي يا شيخ محمد ايا ديرا دلغو ساري هورمارين تحرير كا يسكاشيغ اللبدا دل ee walaalaha ah iyo habka lagu xoojin karo waxay sidoo kale isweydaarsadeen arrimaha sida gaarka ah ay u qusayaan labada dal Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ugu mahadceliyay Sheikh Maxamed bin Sayid iyo shacabka Imaaraadka Carabta soo dhaweynta isaga iyo wafdigiisa iyo sidoo kale doorka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya gaar ahaan gurmadkii ay la soo gaareen shacabka Soomaaliyeed ee abaartu saameysay dhal sugaha Abu Dabay Sheikh Maxamed bin Sayid ayaa dhankiisa Ra'iisul Wasaaraha ugu mahadceliyay موقف كيسي حكومة دا صوماليا اي كو عم باريسي ويرردي ارقاق حيسو اي مليشيات كحوتيين تا لباك سدين قوبو كو يالا امارات كعربتا ريز الوزارة روبل اي دحل سوغها ابو دواي ايا سيدو كاللوغا حدلي ارمت دور اهي اوقو سيا قود اهان قوبل كا اي حرير كاللوغا دينا سيكستوها اهاتي كولان كاني اوكا ودو ريز الوزارة روبل دل كاسي امارات كعربتا
farmaajo iyo tiimkiisa ayaa aad ugu araysan isla markaasina waxa ay la yaaban yihiin siyaasadda xoogan uu la soo baxay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ciidanka eritrea loo qaaday oo ku soo wajahan magaalada muqdisho isla markaasina madaxweynihii hore dhowaane maxamed cabdullaahi farmaajo fahad yaasin ayaa ummadda soomaaliyeed ciidankaasi ku caburin raba sida ay calansida media hore u sheegtay waxaa lagu wadaa in magaalada muqdisho lagu soo celiyo 7500 oo ka mid ah ciidankii tababarka loogu qaaday dalkaasi eritrea sida ay calansida media u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka ayaa la dejin doonaa xerada ciidanka gordon iyadoo si qasab ah shalay looga raray xerada taliska ciidanka lugta ee uu hogaamiyo jeneraal biixi ciidanka oo tiri ahaan ka kooban 7500 waxaa 5500 oo ka mid ahay ay noqon doonaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed halka 2000 ay ku biiri doonaan howlgalka ciidanka nisa ciidanka 2500 oo ka mid ahay waxa ay xoreyn doonaan jubbooyinka halka 1500 loogu talagalay in ay furaan waddada isku xirta muqdisho iyo baladweyne waxaa sidoo kale 1500 oo kale loogu talagalay in ay furaan waddada isku xirta muqdisho iyo baydhabo sida ay hadalka u dhigeen fila soomaaliya ayaa ka go'an in ay cudud ciidan ku qabato dalka ciidanka eritrea ayaa loo diyaariyey dhammaan agabkoodii lagana diiwaan geliyey taliska xoogga dalka soomaaliya iyo ciidanka nisa waxaana mishaarkooda bixin doonta dowladda qatar sida aan xogta ku helnay saraakiisha waxay sheegeen in askari walba oo ka mid ahay ciidankaasi ee la soo wada uu mushaarkiisa noqon doono $300 kaasi oo ka dhigan inay xagga mushaarka la mid noqon doonaan ciidanka la yidhaahdo gorgor oo qaata mushaar ahaan $300 ciidankani soomaalida ah ee ku sugan waddankaasi eritrea waxaa dhowaan loo jeediyey eedayn culus shacabka ku nool gobolka tigray ee waqooyiga waddanka itoobiya ayaa sheegay in ciidamo soomaali ahay ay xasuuqa geysteen gobolkooda wargeyska kanada ka soo baxa ee global ayaa markhaatiyaal u wareystay waxay sheegeen in militariga soomaaliya ee la socday ciidanka eritrea inay xasuuq ba'an ka geysteen halkaasi dowladda federaalka soomaaliya kama hadlin eedayntaasi mana beenin taasoo sii badisay shakiga laga qaaday in ciidanka ay qayb ka ahaayeen dagaaladii sokeeya ee ka dhacay dalkaasi eritrea si kastaba ha ahaatee dilaaga qusle fahad yaasiin iyo dowhane maxamed cabdullaahi farmaajo ciidamadii waa ay soo celinayaan isla markaasina shacabkii soomaaliyeed ayay gebi ahaanba doonayaan in ay ka dhigaan mid ay dilaan iyo mid ay cabsi ku abuuraan dhinaca kale ku-xigeenkii hore xeer ilaaliyaha qaranka soomaaliya garyaqaan doctor mukhtaar nuur abuukar ayaa sharci darro ku tilmaamay warqaddii ay maxkamadda gobolka banaadir dhowaan ku hakisay bixinta lacagta imaaraadka ee uu ballan qaaday ra'iisul wasaare roble warqadda ka soo baxday maxkamadda gobolka banaadir 30kii bishii hore isla markaasina lagu soo aadiyey safarada roble ee uu ku tegayo dalkaasi imaaraadka carabta ayaa waxaa lagu faray guddoomiyaha bangiga dhexe iyo wasiirka maaliyadda in lacagtaasi aan laga bixin karin khasnada dowladda federaalka soomaaliya xilli oo iminka ku sugan yahay dalkaasi imaaraadka carabta ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble maxkamadda gobolka banaadir ayaa sharci darro ku soo saartay waraaqad ay ku hakinayso lacagtaasi garyaqaan doctor mukhtaar nuur abuukar ayaa sheegay in ugu horrayntii ay ahayd qalad in la qabto lacagta u socotay safaaradda imaaraadka ee soomaaliya kaasi oo jebinaya xeer caalami ah sidoo kale waxa uu soo dhaweeyey in ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada ay raalligelin ka bixiyaan qaladkii lagula kacay dowladda imaaraadka carabta islamarkaasina uu ku dhiiraday in uu ballan qaado in uu lacagtaasi dib u soo celin doono hadalkan ayaa imaanaya kadib markii maxkamadda gobolka banaadir ay shaaca ka qaaday in lacagtaasi oo dhan $9,600,000 inay si sharci darro ahay ku soo gashay dalka islamarkaasina ay weli hortaallo xafiiska xeer ilaalinta qaranka dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka